تم في مؤتمر صحفي عقد على هامش مؤتمر ومعرض البحرين الدولي 2017 الإعلان عن صفقة شراء 16 طائرة من طراز F-16 بقيمة 3 مليارات و800 مليون دولار أمريكية بين كل من سلاح الجو الملكي وشركة لوكهيد الأمريكية، وهي جزء من الصفقات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية في إطار تعاونها المستمر مع مملكة البحرين. وتعد مملكة البحرين أول دولة في المنطقة تحصل على هذا الجيل المتطور من طائرات F-16، وهو الجيل الرابع، ويذكر أنه سيتم استلام الجزء الأول من هذه الصفقة في عام 2021 وسيستمر على مدى 3 سنوات.